رايكم في موضوع النهارده ده؟ موضوع الحلويات ده موضوع مهم جدا. ضروري ان الناس تتكلم فيه. يعني انا عارفه ان انت كنتي حما كويسه وكنتي مصاحبه مرات ابنك. لغايه حتى انا ابني ومراته انفصلوا بس احنا اصدقاء لغايه دلوقتي. انت بس بس هي مش مصريه, هي المانيه. عشان كده يمكن عشان كده. ممكن بجد. والله طبعا. ليه بقى كان يعني انت كنتي بتحبيها ليه؟ يعني انا كنت اما بيغلط ببقى في صفها, ما نحسش لابني, دي اهم حاجه. يعني اهم حاجه ان الام تبقى يعني تبقى مع مرات ابنها لو ابنها غلطان, ما تبقاش كل حاجه ضدها. يعني بس في 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 امهات تانية لا, ابني غلطان, ابني مش غلطان, انا في صف ابني. لا, ما هي ما تبقاش متسلطه وانانيه, ما ينفعش. يعني انت بتشوفي ان الامهات اللي بتيجي في صف الولد في كل حاجه سواء غلطان او مش غلطان دي متسلطه؟ لا, تعتبر ان مرات ابنها دي بنتها. يعني لازم تبقى حقانيه الحق. لو الابن غلط تقول له انت غلطان, لو البنت غلطت تقول لها انت غلطان. حماتك كانت معاكي كده؟ حماتي كانت طيبه قوي, ما كانتش بتتدخل في حياتي. ما كانتش بتتدخل؟ لا خالص خالص. وكنتي بتحبيها وعلاقتكم ببعض؟ كنت بحبها وبعتبرها زي مامتي, وهو ده الطبيعي. المفروض ان البنت يعني مرات الابن تحب حماتها زي مامتها, وهو يحب برضو حماته زي مامته. طب مدام مروه, رايك ايه في الموضوع الحماوات في مصر عندنا؟ بصي, انا عندي وجهه نظر تانية شويه. انه عاده اي ام في الدنيا اوكي بتبقى اكيد زي ما انت قلتي بتنحاز لابنها اكتر. اوكي, انا ام في الاخر, اي حد هيجي على ابني هاكله. انت عندك اولاد ايه؟ انا عندي ولدين. بس اكيد ام الولاد. ايوه. يعني انا حامه درجه اولى. ده انت ام الولاد يعني. بس يعني اي هوب ان انا ان شاء الله ابقى مش حاسه. لا لا, مش حاسه يا مروه. لا بصي, انا شخصيا عامله زي القطط, انا اللي بيجي ناحيه ولادي باكله. شكرا شكرا. فانا شايفه ان في الاخر العقل يجي مني انا وشريكي. اوكي, ان احنا اكيد اي ام في الدنيا قلبها يوجع عشان ابنها, او مامتي هتنحاز لي انا اكتر عشان هي امي. اوكي, بس احنا عندنا الذكاء الكفايه ان احنا يعني نهندل الدنيا مع الام دي. ما اعملش مشاكل معاه عشان خاطر مامتي قالت لي كذا ومرايحه. لا بص بقى, انت عملت كذا كذا كذا. او هو مامته تقول له لا هي ازاي تعمل كذا, يروح جاي عامل مشاكل معايا. انت شايفه ايه اكتر حاجه الحماوات بتعمل فيها مشاكل؟ لا, كل حاجه كل حاجه كل حاجه اكيد. زي ايه؟ طيب ايوه ده طبيعي. انت ليه جبتوا كذا؟ انتوا ليه اشتريتوا كذا؟ انتوا ليه عملتوا كذا؟ انتوا ليه دخلتوا كذا؟ لا بس مش اي حاجه كده. لا مش اي حاجه كده, بس 99% بيبقى كده. 99%. بصي ده 99% خصوصا مع المصريات. يعني انا حقيقي ما شفتش حد مثلا في مجال صحابي ما بيشتكيش, الا نادرا جدا ما بيشتكيش من حماته. اصل طبيعه, احنا امهات واحنا عندنا اغلب. بس قالت لك احنا, ها يعني فاهمه يعني ايه ناويه تعمل كده؟ يعني هي ناويه تعملي كده؟ بس انا هتيجي ناحيه ولادي برضه. اوبا. طب يا جماعه بقى الحلقه دي انا متهيألي هبقى حما مع ابني الصغير. هتبقي حما مع ابنك الصغير؟ طب ليه؟ بعشقه, بحبه جدا الصغير. طب ابنك الكبير لو شاف الحلقه هيقول لا؟ ما كلهم محبوبين, بس ده صغير الصغير يعني بتاعي. يعني اخر لعنه سكر معقود؟ معقود. ده حقيقي. ده شايفه لو واحده جت وزعلته انت هتنحازي معاها؟ حتى من غير ما تزعله, هو راح حب واحده غيري انا بتالي هقول لها. شفتي بقى, كان انا مش حما خالص. احرق نفسي. الجواز اساسا هو اصلا من بابه لو حب. يا جماعه هو ليه ذكيه بقى وتحبها؟ انا بضحك. ليه الامهات فاكره انها اما بتخلف ولد ان ده حبيبها؟ ده ابنك مش حبيبك. في فرق كبير بين الاثنين. يعني لا, يا ام جوكينج, يعني اي ويل تراي ان انا احبها. يعني حاولي, ربنا يسهل. حاولي, ما تجيش على نفسك قوي, بس حاولي. طبعا هنعمل ايه؟